مجرم يتادم، الله ياخذ فيه الحق. شد لي ولدي دار له كيدبي حاد الخروف، جرو من رجيلاتو كيضرب برجيلاتو ين مات مسكين. انا هزو بيديا ين مات، ما كان لي عتقو حتى من يديا. ضمعت الله ضمعت الله اختي، مشى لي ولدي. ضمعت الله ضمعت الله اختي، مشى لي ولدي. هذا ضمعت الله، ما كان حتى لي هزو من يديا. ضمعت الله ين مات بين يديا. ضمعت الله اختي، ضمعت الله هادشي ما كان. حتى المشاهدين هادل هذا الأم والأب ديالو والعم ديالو كيعاودو لنا على يعني على المشكل. هاد الوليد صغير عنده 3 سنين وخدت في كلاس. السلام عليكم. هو اللي كان طالبه من سيدي ربي وسيدنا الله ينصره ياخذ الحق ويشد 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 الحق في هذا المجرم هذا. وهو اللي كان طالبه الا كاينين شي جمعيات اللي غيعاونوا هاد الناس هادو، حنا راه برانيين ما كناش هنا في هاد البلاد هادي. اللي غادي نطالبوا كنطلبوا من الله ومن سيدي ربي والمخزن والجمعيات باش غادي يعاونوا هاد الناس هادو. راه ضعفاء وراحت عليهم هاد الكارثه وما عندهم لا العشاء لا والو، ما عندهم غير الرحمن تاع سيدي ربي، ما كان اللي ينقذهم الا سيدي ربي وسيدنا والملك الله ينصره والله يعاون المخزن. هادشي اللي كنطلبوا من الله. غير كما قلت لكم هادو كانوا الاب والام والعم وهاد السيد اللي من الدوار، ما عاودوا لنا المشكل. الجد ديالو عفوا سحب لي من الدوار، هذا الجد ديالو كما قلت لكم هاد الراجل كان كيدور شحال هادي هنا في الدوار، كيقتل الحيوانات كيدبحهم كيهدد بالسلاح، تمادى وقتل هاد الوليد البارح. وليد صغير عنده 3 سنين كان غير كيلعب مع الوليد، تطح عليه وقتلو الله ياخذ فيه الحق. مع ديك ال11 كيقول لي الاب ديالو، مع ديك ال11 بحال هكاك واش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الله ياخذ فيه الحق. كنتمنى السلطات يبداو يتدخلوا في هاد الحالات، ملي تشوفوا شي متشرد ولا شي واحد مختل عقلي كيدور في شي بلاصه ديوه، ملي تسمعوا الساكنه كتشكى ديوه.